نو بيان سور المغرب رابح حين نعطيهم العصير. شحال غادي توقعي المباراه؟ بغيناهم يربحوا 2-0 3-0 المهم يربحوا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفاش كتوقع الماتش ديال الكوت ديفوار والمغرب؟ ان شاء الله الربح و 2-0. 2-0 ان شاء الله. اوكي. وشنو كاين شي زعما لا لا ان شاء الله وني كونفيون في الفريق ديالنا وفي المدرب ديالنا وفي الجمهور ديالنا اون فا فيغ ان تري تري بون ماتش اي اون فا غاني ان شاء الله. واش نتوما عندكم هنا مطعم وقهوه واش غادي ديروا الماتش؟ ان شاء الله غادي نديروا الماتش وغيكون امني ان شاء الله لي سيبورتير ماروكان ويوغا اون امبيونس ان شاء الله ولي درابو ولا ميوزيك اون فا غاني ان شاء الله. يس اوكي. ممكن تقول لي النتيجه كيفاش غادي تكون؟ كيفاش غيكون الماتش؟ التوقعات ديالنا ان شاء الله غادي يكون الفوز للمنتخب الوطني المغربي. وي غادي نربحوا 2-0. وي عندنا شويه ديال التخوفات من ارضيه الملعب اللي ما غاتكونش مساعده للاعبين حيت كنعرفوا الارضيه ديال الملعب ديال المنتخب الايفواري هي شويه ما مساعداش ماشي تال تما. ولكن ان شاء الله حنا عندنا كونفيونس في اللعابه ديالنا عندنا كونفيونس في المدرب ديالنا وكنتمناو ان شاء الله الربح للمنتخب الوطني المغربي. وبالنسبه للتحكيم شي راي في التحكيم؟ حنا ما عندنا حتى شي راي في التحكيم. حنا ما غنعلقوش الخساره ديالنا الا خسرنا ما غنعلقوش على التحكيم. حنا واحد الناس اللي كيلعبوا الكره غنمشيو غنلعبوا الكره ما غادي نشوفوا في الحكام ما غاديش لان اللي كيعلق الخساره ديالو على الحكام وكيتبع الحكام. حنا غنلعبوا الكره وغنربحوا ان شاء الله بالكره. كاين الحكم ولا ما كاينش الحكم غير ربحوا بالكره ولا شكرا شكرا. توقعات ديالك ديال الماتش ديال نهار السبت المنتخب المغربي مع الكونغو الكوت ديفوار؟ نتمنى الله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله والنصر. مي امون نافي انا واحد 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 اوكي امون نافي واحد واحد انا واضح شي شويه وعارف المغرب شتي سوا تبارك الله اللعابه ديالنا عندنا التوفيق ان شاء الله ونتمنى التوفيق ان شاء الله باذن رب العالمين المنتخب المغربي. وبالنسبه للتحكيم كما قال الاخ التحكيم ما نديروش بحال نبكيو مور الاطلال كما بعض الناس كما بعض الدول كتبكيو ديما مور الاطلال. حنا عندنا الثقه في الحكم حكم قادر هو الاول في افريقيا نتمناو له التوفيق ان شاء الله باش يخوض المباراه ديالو انجد راه الصحه ان شاء الله. توقعاتك ديال الماتش؟ ان شاء الله نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله الفوز بجدارة واستحقاق ان شاء الله وديما الفوز ديما المنتخب المغربي ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا شكرا ان شاء الله نتلاقاو هنا. شكرا لكم. مرحبا كاع بلي السبورتير ماروكاي مرحبا عندنا حنا غنديروا الماتش ان شاء الله. ان شاء الله الماتش ديالي ان شاء الله مليح. المنتخب الرياض حجنا 4-0 كفاء تما هذا حنا غنمشي هذا حنا ان شاء الله هذا حنا شي حاجه ياك كتبوار 4-0 حتى شي حاجه واش تريد شي اثنين غا واحد اما الله يجعل البركه. المهم نقعدوا من جيم الا تبع هذا لي امبوتي هنا. المهم ساسم دي جوغ لي سيس نقعد او مسير موفق ان شاء الله ان شاء الله ربي هذه يابع ان شاء الله سجل سي دار ان شاء الله. شكرا حمراء نقول لهم ديما حمراء الماتش المغرب وشنو والكوت ديفوار غير المغرب غادي يقتلوهم اصاحبي والله عوز والو اصاحبي ناكلوهم اصاحبي كل خضره اصاحبي. شكرا. الماتش ديال الكوت ديفوار والمغرب ان شاء الله ديما غادي المغرب والكوت ديفوار ان شاء الله غنغلبوا 2-0 دات الوداد غتكمل لنا ان شاء الله المغرب غيكمل لنا ان شاء الله الفرحه يا غنمشيو لروسيا ان شاء الله نمشيو لروسيا ان شاء الله مربوحه هنا فرجي كاع نمشيو لروسيا ان شاء الله 2-0 ان شاء الله 2-0 4-3 والله نعطيه 3-1 انا حنا عندنا قول روح رياضي وخا ما تقولك 1-3 ديالنا ماشي مشكل المهم ما يتماركاش علينا فهمتي المهم هادشي اللي بغينا ما يتماركاش علينا غنطلعوا المونديال ان شاء الله غنطلعوا بدون خساره غيكون اول منتخب اللي تاهل للمونديال بلا خساره هو المنتخب الوطني المغربي وديما مغرب وديما مغرب وديما راجع كنحبوا المغرب وقع علينا يا فرجيكا والله وديما طنجه ديما تسيحه طنجه وديما المغرب.
وديما لا المغرب ديما طنجة الكويرة ديما المغرب ونفوزوا عليهم ونتأهلوا المونديال ان شاء الله. النتيجة انا تنتوقع جوج واحد. لا جوج واحد. جوج واحد. واحد بصفر ان شاء الله. انا الجزائري ونتمنى من كل قلبي ان شاء الله المنتخب المغربي يتأهل. ورانا نوجدوا فالا شريت هذا بوغ فيغ لا فيت ان شاء الله نهار سامدي رانا موجدين فالا دونك فالا. برافو ليك. كتوقع المنتخب غيربح المنتخب المغربي؟ المغربي يربح ولا يتعادل المهم يروحوا كاس العالم. هذه اللي نقدروا نقولوها حنايا وبارك الله فيكم. حنا جزائريين خوا نبغوكم بزاف خاطينا بوليتيك حنايا. والله يعطيك الخير اخويا بارك الله. شكرا اخويا ميرسي. صح اخويا سلامة بارك الله. مرحبا. غادي نغلبوا بجوج لزيرو واخا الارضيه ما كتساعدش. واخا الارضيه ما كتساعدش المنتخب حيت اللاعبين ديال المغاربه كيلعبوا على برا اغلبيه كانوا محترفين على برا في اوروبا. ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نفوزوا ان شاء الله ونطلعوا لكاس العالم روسيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديالنا مع الرايه ديالتنا مهما كان هذا الفريق عندنا امل كبير بان المغرب الوطني ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يتخطى هذه الحدود و الى نهائيات كاس العالم باذن الله تعالى. ان شاء الله.